عسلمتكم مرحبا بكم على ماليس اونلاين بوان كوم. معكم محمد علي السويسي. ابل لانسيت نهار الجمعه 14 اكتوبر الايفون 4S. لميزاجور انا نسميها نتاع الايفون 4 خرجت بعد ما عشنا مع الفيرسيون الرابعه نتاع الايفون مده 15 شهر. الايفون 4S خرج تبيعوا منه في 3 ايام 4 ملايين نسخه حسب ما قالت ابل. بالطبيعه الايفون 4S موجود في تونس. شكر كبير لليكيب نتاع اي ستور تونس اللي مكنتنا من ايفون 4S باش نجموا نعملوا عليه تالنج. شوفوا شنو الخاصيات نتاع الايفون 4S باش يمتاز على الايفون 4، وخاصه نكتشفوا مع بعضنا سيري الابليكاسيون ولا الخدمه نتاع الكوموند فوكال اللي تجي مع الايفون 4S بتبيع مع خاصيات اخرى بالنسبه للاي او اس 5. مرحبا بكم على ماليسونلاين.com. قدمنا لي دو ايفون، الايفون 4 والايفون 4S. السؤال انه منهم الايفون 4 وانه منهم الايفون 4S. دونك عرفتوا انه في الديزاين ما فماش فرق بالكل ما بين لي دو ايفون. سامحوني لحظه كاهو، يبار بيان اني انا غلط، خاطر لهنا في وقت نجيو نثبتوا مليح تو نشوفوا انه فما ديكالاج ما بين البوطون هذايا والبوطون هذايا. دونك هذا هو الفرق في الديزاين ما بين لي دو ايفون، الايفون 4 والايفون 4S. لهنا تلاحظوا انه فما الخط الاكحل هذايا، دونك هذا هو الايفون 4S. لهنا نجيو للجد، الايفون 4S اللي زاد له لونتين هذايا من الفوق، وهذه خاصيه جديده بالنسبه للسمارت فون هذايا بالنسبه للفيرسيون هذه نتاع الايفون، هو انه يعطيك الفرصه. هو اول سمارت فون في العالم ينجم يكب تي ريزو من دو زونتين، يعني هذا لونتين الاولاني وهذا لونتين الثاني. وبالمناسبه نعاود نذكركم بالمشكله اللي صارت الابل وقت لانسيت الايفون 4. وقتها جات حكيت لونتين جيت، يعني وقت تشد لونتين كي تغطي اسكو تيح الريزو الا لا. فوالا ما فماش تاثير على الريزو، بما انه وقتها يتيح الريزو من لونتين هذايا اوتوماتيكمون لونتين هذايا هو اللي كابتي الريزو من جديد وما يخليش يتيح كيف ما ثبت. وعلى كل حال هذا هو الايفون 4S كما قلت لكم، دونك بالنفس الكبر نتاع الايكرون، بنفس النوع نتاع الايكرون ريتينا موجود بالنسبه للايفون هذايا. دونك ابل خدمت اكثر على دي ديتاي اخرين تو نحكيو عليهم في التيست نتاعنا بالنسبه للايفون 4S. هذا هو الايفون 4S، الايفون 4S اللي يمشي بالاي او اس 5، الاي او اس 5 زاد اللي نلقاه موجود في الايفون 4 بطبيعه وقت تعملوا الميزاجور. الميزاجور تمشي بالنسبه للايفون 4، تمشي بالنسبه للايباد، الايباد 2، تمشي بالنسبه للايفون 3 جي اس، وتمشي زاد على الايبود تاتش. كنت تبعتوا لي ديتاي نتاع الميزاجور نتاع الاي او اس 5 على ماليس اون لاين. دونك لهنا كي نجيو نشوفوا على الاقل نشوفوا قدام الكاميرا بالنسبه على الايفون 4S، نقاو جديد مثلا هو البار دو نوتيفيكاسيون من هنا، نقاو زاده برشا حاجات جديده منها الاي مسج، وهي الخدمه نتاع الميساج انستونتاني نتاع ابل واللي تخليك تخدم السمارت فون هذايا ولا تبعث دي ميساج مش اس ام اس، مي دي ميساج انستونتاني يقبلهم ايفون واحد اخر ويقبلهم ايباد بطبيعه ولا يقبلهم ايبود تاتش فيا الواي فاي. دونك هذه حاجه جديده. دونك الحاجتين اللي شفناهم توا هما حاجتين شفناهم قبل اما شفناهمش عند ابل. الحاجه الاولى هي النوتيفيكاسيون هذه اللي ذكرنا بالسمارت فون اندرويد، والاي مسج اللي قلت لكم عليها، واللي ذكرنا بالبلاك بيري زاد مسج سيرفيس. بطبيعه جابت زوز خدمات مع عند دو كونكورون ابل، لكن بالسافوار فير نتاع ابل زادتهم حاجه جديده مع ديزاين مع تقديم خاص من ابل بالنسبه للدو سيرفيس هذوما. هذا بالنسبه للحاجات الجديده. من بينات حاجات جديده زاده فما اي كاردز، هي اللي تخليك تبعث دي كارت بوستال بتصور نتاعك. هذه ابليكاسيون تنجم تيليشارجيها بلاش على الاب ستور. يعني ما بين الحاجه الجديده زاده كيوسك، واللي اول مره ابل تجيب حاجه تشبه للنيوز هوب ولا الهوب نتاع سامسونج اللي يخليك تشري دي ماجازين. لهنا تنجم تيليشارجي دي ماجازين وتشريهم بتبيع. هذا بالنسبه لكيوسك، هذه واحده من ليزابليكاسيون اللي تزادت. حاجه اخرى موجودة في الايفون 4S هو تويتر اللي ولا بري انستالي، جوست انك انت باش تكتيفي تويتر يسوفي انك انت تمشي للريغلاج وتو تلقاه لهنا. فوالا تويتر، ومن بعد تعملوا الانستالاسيون باش تنستالي بطبيعة على الايفون 4S.
هذه حاجة من الحاجات اللي موجودة في الاي او اس 5 بطبيعة. فما 200 حاجة جديدة جات في الاي او اس 5 واللي يلزم واحد يقرا عليهم بالكدا باش يكتشف شنو اللي ديتاي اللي موجودين في الفيرسيون الجديدة من الاو اس نتاع السمارت فون نتاع ابل. الايفون 4 اس هو اول سمارت فون يستعمل بلوتوث 4.0. البلوتوث 4.0 باش يسمح في المستقبل انه واحد يكونيكتي الكلافي نتاعو على الايفون، يكونيكتي زاده لوريت كيتوريت بلوتوث على الايفون، زاده يسمح انه البلوتوث يخدم لكن ما ياخذش برشا شارج، وهذه اهم حاجه يمتاز بها البلوتوث 4.0 واللي نلقاوه لاول مره موجود في سمارت فون، نلقاوه لاول مره موجود في الايفون 4 اس. نجيو تو باش نحكيو على لاباري فوتو بالنسبه للايفون 4 اس، لاباري فوتو اللي تتبدل مقارنه باللاباري فوتو نتاع الايفون 4، مع العلم انه فما حاجه جديده تزيدت انك فما راكورسي وقت تعمل دوبل كليك على التوش هوم تلقى قدامك الفرصه انك انت تدخل للمصوره لهنا بطبيعه وتصور. الحاجه الثانيه انه وقت تنزل على التوش بلوس ولا موا تنجم تخطف تصويره. فوالا هاك التصويره تخطفت، دونك هذه حاجه من الحاجات الجديده بالنسبه للاباري فوتو. لاباري فوتو يلزمنا وقفه باهيه معاها، بما انه لاباري فوتو تاع الايفون 4 اس هذه 8 ميجا بيكسل مقارنه باللاباري فوتو القديمه اللي هي 5 ميجا بيكسل نتاع الايفون 4. دونك شوفوا هنا الكاليتي نتاع التصويره، صورناها بالايفون 4، هذه هي التصويره صورناها بالايفون 4. لاحظوا لهنا توا التصويره هذه كي عاودنا خذيناها بالايفون 4 اس شنو عطات. دونك كيف ما لاحظتوا انه ما بين زوز تصور فما فيديليتي اكثر بالنسبه للي كولور على الايفون 4 اس. هذا منطقي بما انه في المصوره نتاع الايفون 4 اس في لاباري فوتو ابل اش عملت، زادت لونتي اخرى باش تزيد تحسن اكثر الكاليتي نتاع التصويره. دونك شفتوا الكاليتي نتاع التصاور ما بين الايفون 4 والايفون 4 اس، حاجه لازم نقولوها بالنسبه للتصاور وبالنسبه للاي او اس 5 في التصاور، انك تنجم تعمل ركادراج نتاع التصاور، تنجم تحكم في باتي تكبرها وتاخذها هي كتصويره. دونك ما فماش فوتوشوب راه في الايفون 4 اس ولا في الاي او اس 5، لكن فما دي زوتي دو تريتمون هكا صغار بالنسبه للتصويره. وقت تجي تصور زاده من الحاجات الجيده في المصوره نتاع ابل انك تكبتي السرير وانك انت زاده تعمل ستابيليزاسيون للتصوير وقت تصور فيديو. بالنسبه للفيديو فما نعرفوا انه الايفون 4 كان يصور اتش دي 720 بي، لكن بالنسبه للايفون 4 اس يصور اتش دي 1080 بي. دونك ردوا بالكم لهنا كاليتي اقوى بالنسبه للفيديو. لهنا زاد نحب نقول حاجه انه 5 6 دقائق تصورهم بالنسبه للفيديو، بالنسبه للناس مغرومين بالفيديو بالسمارت فون نتاعهم ينجموا ياخذوا لك بقعه كبيره ياسر في الكاباسيتي دو ستوكاج. اذا كان عندك 6 جيجا باش تلقى روحك ليميتي اذا كانك انت مغروم بالفيديو، مع العلم انك ما تنجمش تدخل للبارامتر وتطيح من النيفو نتاع التصويره للريزوليسيون نتاع التصوير الفيديو. فما كان الاتش دي في الايفون 4 اس. دونك ردوا بالكم لهنا، جوست حبيت نقول حاجه هذيك هاو. دونك اذا كانك تحب على كاباسيتي دو ستوكاج لهنا اكبر، يعني لهنا عليك على الايفون 4 اس 64 جيجا، بما انه الايفون 4 اس هو اول سمارت فون يخرج واول ايفون يخرج فيه الكاباسيتي دو ستوكاج هذيا 64 جيجا، ما خرجش في حتى سمارت فون اخر، تخرج لاول مره مع الايفون وتخرج لاول مره مع ان سمارت فون. دونك اذا كنت تحبوا تاخذوا فكره زاده على الكاليتي دو الصون وكاليتي نتاع التصوير نتاع الفيديو نتاع الايفون 4 اس، السيكونس اللي خذيناها توا واللي باش تشوفها توا هي سيكونس خذيناها بان ايفون 4 اس، صورنا باش هكاك تاخذوا فكره على مدى قدره الايفون 4 اس انه يعطيك سيكونس فيديو مزيانه واكسبتابل. الجديد بالنسبة للايفون 4 اس مقارنة بالايفون 4 هو البروسيسور A5. البروسيسور A5 من أهم الحاجات اللي جات في السمارت فون هذه في الفيرسيون هذه من الايفون. البروسيسور A5 ظهر لأول مرة مع الايباد 2، ظهرت وقتها الفاعلية نتاعو على الايباد 2 بما أنها كانت أسرع في الاستجابة، أسرع في الإكزيكيسيون، أسرع من الايباد القديم. دونك لهنا زاد الايفون 4 اس أسرع في الاستجابة وفي الإكزيكيسيون تاع ليزابليكاسيون، أسرع من الايفون 4 بطبيعة.
لاحظوا كيفاش انه وقت تحل ابليكاسيون تتحل فيسا دونك لهنا يظهر السرعه، مثلا انك تمشي الكالندري تتعدم الكالندري للسفاري بالفيرسيون الجديده نتاعو زاد اللي ظهرت في الاي او اس 5. على كل هذا بالنسبه للبروسيسور اس 5، فرصه بما ان حلينا السيت ويب نتاع ابل على سفاري، لاحظوا لهنا سيري. دونك عرفتوا انا باش نحكيو على سيري. سيري هي الخدمه اللي جلبت الانتباه، هي اكثر حاجه حكيت عليها الصحافه وقت خرج الايفون 4 اس. سيري هي في الواقع شركه شريتها ابل عام ناول، والشركه ذي تخدم برشا على لي سيرفيس اللي يمتاز ولا يتركزوا على الكوموند فوكال. اوك علاش سيري هي ما هي الا كوموند فوكال متقدمه ياسر موجوده في الايفون. لهنا نحب نحكي حاجه بالنسبه لسيري، فما زوز ملاحظات انه برشا عباد ماشي في بالهم انه الايفون هو اللي يحكي معاك، الورك وقتها انت تسال الايفون نتاعك الايفون يهز الصوت نتاعك، الباز دو دوني كامله فيها مجموعه من الريبونس، وهو يختار لك انا الريبونس اللي تمشى اكثر مع السؤال نتاعك ويعاود يجيبها لك. دونك موش سيري ماهيش مجرد ابليكاسيون انستالي لهنا، لا سيري مرتبطه زاده بالكلاود كيف ما تقول ابل، كيف ما نعرفوا في الانفورماتيك. دونك فما ان سيرفور كامل فيه مجموعه كبيره ياسر من الريبونس ومن الحاجات اللي ينجموا يكونوا قراب للاجابات موجودين بالنسبه لسيري. هذه حاجه. ثاني حاجه سيري اذا كان ما فماش انترنت ما تخدمش، سي تو افي نورمال. دونك يلزمك واي فاي ان ريزو 3G على تونيزيان زاده ان شاء الله ينجم يخدم سيري. لكن وقاي تو باش نخدموا ولا نخدموا ولا نكتشفوا ونعملوا جو مع سيري. وفيت سيري هي الخدمه اللي تلقاوها ماهيش اكتيفي، دونك لازمكم تلوجوا عليها في الايفون نتاعكم باش تعملوها اكتيفاسيون، على خاطر ساعات وقت واحد ما يلقاش يقول عجب كيفاش تخدم، وقت تخدموا الايفون نتاعكم باش تلقاو سيري ما تخدمش. دونك لهنا انتم انا خدمتها خاطر اكتيفيتها، لكن انتم تعملوا اكتيفاسيون من هنا، تدخلوا للجنرال، تدخلوا للمنيو بتبيعه جنرال وتدخلوا تكتيفيو سيري، ولهنا يسوفي انك انت تنزل شويه كي تو Je m'appelle Siri, mais vous le saviez déjà. Bonjour Siri. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Il fait beau aujourd'hui? Je ne sais pas où vous êtes. Pour me permettre de vous retrouver, vous pouvez activer le service de localisation dans réglages. Sinon, vous pouvez simplement me spécifier pour quel endroit vous voulez connaître la météo. Non, merci. Vous êtes bien aimable. Et qu'est-ce que tu fais? Ce que je suis en train de faire, j'attends quelque chose à faire. Ouvre Internet. Va sur google.com. Je ne peux pas faire cela pour vous. Je suis désolé de vous laisser tomber. يعني مش ديما انك باش تفهم وتلقى تفاهم مع سيري. بغيت نسالو اسئله ترى غريبه شويه. Est-ce que tu m'aimes? Je ne suis pas capable d'aimer. Pourquoi? Je n'en sais rien. Pour vous dire la vérité, je me demande moi aussi. Est-ce que tu connais Jalel Brick? Je suis désolé, je ne peux pas répondre à cette question. Tu veux manger? Ah bon? Oui? Oui, quoi? Ok, raconte-moi une blague. Je n'en connais pas, honteux, je sais. Qui est Steve Jobs? Je n'en sais vraiment rien. Il y en a qu'à la lâche. Qui est Tim Cook?
Désolé, vous m'avez collé avec cette question. Qu'est-ce qu'un iPhone? Je n'en sais vraiment rien. Dites merci à tout le monde. Voici votre message. À qui dois-je l'envoyer? Annulé. D'accord, je ne l'envoie pas. Est-ce que tu peux me réveiller demain à 7 h? Voilà, c'est réglé pour 7 h. Merci, au revoir. Vous êtes bien aimable.